كم مرة نبهت عليكي وقت تكون عم بحكي لا تكذبيني؟ قلي أنا شو عرفني؟ فكرتك عم تحكي عن جد يا أمي. جد ولا مو جد؟ بس يكون في حدا غريب يبعتلك قتلي. ما فتحي تمك بنو، فهمتي ولا ما فهمتي؟ فهمت والله. شو عم تحكي عن ضفرك؟ ما فهمتيكي. بس باعت إياها. إيه ما بتعمل ما قلتي؟ مين هو جدي محمود؟ يبعتلك قتلك، أنت عم تتصنطي على الباب ما؟ بعدين زهرة هذا مو جدي، جد غادة وبديع. جد غادة وبديع مو فارقة، أول مرة بسمع باسمه. مين هو مرت عمي؟ شو بيعرفني؟ وأنا كمان أول مرة بسمع باسمه. لكن شلون عملتي حالك إنه أنت بتعرفيه مرت عمي؟ قلت بركي بيطلع عنا شيء، على هو ما فهمت إنه في من وراه ورتين. وأنا كمان هيك فهمت مرت عمي، لأنه وحده اللي بديع بلاس فيغاس. من وين كمان؟ لك إيش بكي قدامك؟ قال ولاية بأمريكا. مشان هيك أنا عم قلكم لا تحكوا وقت بكون أنا عم بحكي، لا تفتحوا تمكن. أنا شو ما حكيت بتقولوا إيه؟ شو؟ إيه؟ من زمان كان لازم تساوي هيك يا حمار. هلا وقت التنظيف شو في؟ شو عم تعملي هون؟ شو عم تعملي هون ها؟ شو عم بعمل؟ هذا بيتي. هذا كان بيتك وهلا بطل. روحي اقعدي بوش امك خليه يفرح ابو كرعوبه. شو هالحكي شفي؟ اذا زعلت من امي انا شو بخلي؟ طقيت مليت طلعت روحي من امي. انا شو دخلني؟ شلون شو دخلك؟ امك. شفي انت بتعرف انه انا بحبك، انا ما دخلني حبيبي، ما دخلني. طالما هي امك انت ما بتقدري تتخلي عنها، وطالما انا جوزك بدي ضلني عاني منها. شلون بتزبط هي؟ نطلق. شو هالحكي شفي؟ انت بعقلك؟ في حل تاني. شو هو؟ اتركيني هيك، بتنسي انه عندك ام. اذا قالت لك امك مرحبا ما بتردي عليها ابنه، فهمانه؟ بالله هي امي اللي خلفتني وربتني وتعبت علي، فكر بحل تاني حبيبي. شوفي ولي، أنا وأمك خطين متوازيين، ما بنلتقي بنقطة، وإذا التقينا بنقطة بيكون في خلل، وأنتِ هذا الخلل. طيب شو الحل؟ بتختاري يا أنا يا أمك، معك 30 ثانية لتفكري، إني خيرتك فاختاري، ما بين الجنة والنار. أمي تايم، قبل ما تروحي خدي بقشتك معك.